وكمان عايز اقول لحضراتكم ابو جبل والونش وحمدي فتحي كمان، يعني احنا استعدنا ثلاثه من اللي كانوا مصابين من اللعيبه بتوعنا. وطبعا خلاص يعني هنتكلم عن حجازي كمان، لا هو انتهى مشواره مع المنتخب عشان هو سافر المانيا للعلاج بعد اصابته بتمزق للاسف الشديد في اوتار الساق. لكن اخبارنا حلوه، استعدنا لعيبتنا، مفيش ولا نتيجه من البي سي ار نيجاتيف. فانت ليه بتصدر حاجات زي كده؟ برضو مش هنتكلم انها يعني الشكل العام، او مش هنتكلم انها مقصوده قوي، هنقول البعض حاول ان هو يثير يعني البلبله، حاول يثير الجدل يعني قبل المباراه الهامه، ولكن ده برضو شيء غير لائق يعني ملوش يعني معنى الصراحه. بعد ناهيك يعني هم ضربوا الصحافه وموضوعيه الصحافه في مقتل بنشرهم اكاذيب وحاجات غير صحيحة، بس تفكري فيها فعلا ايه المكسب؟ طب هل إثارة بلبلة وجدل لصالح مين؟ طب طمأنة الجماهير؟ لا لصالح الكاميرون طبعا، حتى يعني ما طبعا لصالح، بس انا بكلمك على ايه؟ يعني انت مثلا لو عايزة تبعتي رسالة طمأنة تعالي نقول للجماهير، واخدة بالك ازاي، الكاميرونية، طب ما هم هيشوفوا محمد صلاح نازل من أول دقيقة في يعني ايه المكسب اللي ورا الحركة اللي هم عملوها؟ عجيبة جدا. بس على فكرة في موضوع يعني انت ليكي حق في انتقادك طبعا لكثير من التفاصيل المتعلقه بالاقامه والتنظيم وبتاع، بس حته الاستشفاء ايه اللي ما كانش عاجبك فيها؟ شفتي في صوره كانت منتشره الفتره الاخيره اللي هو استشفاء بالجردل، شفتي الجردل اللي صارفينه لكل لعيب؟ بكلمك بامانه والله محمد صلاح كان واقف واخد دوره مستني دوره في الجردل عشان انا ما شفتش كده في حياتي يا ست، ولا هتشوف والله العظيم انا ما شفتش كده في حياتي. على كل الاحوال احنا طبعا ما عندناش يعني شك في ان كلنا ثقه في كل لاعبتنا، وباذن الله باذن الله نوصل للنهائي ونستطيع ترويض اسود الكاميرون.